الضغط يزيد والتركيز على الجبهه اليسرى، تركيز على ماجيو، يتقدم ماجيو للمسانده، ما بيجدش الدعم في التغطيه الدفاعيه، لازم يبقى في دعم وفي مسانده للاعب ماجيو، لان توزيتش وكولاروف عاملين ازعاج، وادي ركنيه من الجبهه اليمنى، وادي امام نكراتيتش على القدم اليسرى لتوزيتش، والكره اتغير الاتجاه، والكره اتغير الاتجاه هنا في اللاعب ايفانوفيتش، وادي امامنا هدف التعادل ياتي عن طريق نجم تشيلسي، نجم تشيلسي صاحب الاربع اهداف دوليه، ادي امامنا اللاعب ايفانوفيتش، لم يسجل ايفانوفيتش منذ لقاء رومانيا في التصفيات، وكان سجل في تصفيات كاس العالم طبعا 2010، سجل في البرتغال وفرنسا وليتوينيا، لكن ادي امامنا الابعاد الخاطئ من الدفاع، وادي الكوره من توزيتش، وادي امامنا اللمسه في اللاعب امامنا هو ايفانوفيتش، وايضا كان في الكره الماضيه المهاجم باتليتش هدف بالروح بالاصرار بالعزيمه، هدف التعادل ياتي عن طريق اللاعب ايفانوفيتش، ادي الاعاده، ادي كرازيتش، ادي ركنيه، شوف الدفاع هنا مونتليفو، وادي توزيتش، والكره ترتطم في ايفانوفيتش في لقطه يعني من لقطات هدف امامنا هنا من قدم اللاعب اللي في وضعيه الجلوس، لاعب نادي تشيلسي اللاعب